بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي الإمام الفقيه الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب ذوي الأرحام، إلى باب ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، القريب الذي ليس ذا فرض ولا تعصيب. يعني نحن مر بنا من قبل أن الأقارب منهم أصحاب فروض، يعني لهم لكل واحد منهم نصيب محدد مقدر من الإرث في كتاب الله تعالى، مثل أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن والثلثين والثلث والسدس، فهؤلاء يرثون بالفرض، وأخذنا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب إلى آخره. ومن الورثة من يرث بالتعصيب، وهم كل من عددناهم في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. عندما أخذنا في يعني أسماء الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. صحيح، دول الوارثون من الرجال. فالوارثون من الرجال هؤلاء يشملون الوارثين بالفرض وبالتعصيب. والوارثات من النساء، قد يحفظ الأبيات: والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. ودول الوارثات من النساء. فأي قريب ليس معدودا من ضمن الوارثين من الرجال ولا من ضمن الوارثات من النساء، يبقى هذا نقول عنه إيه؟ من ذوي الأرحام. من أمثلتهم مثلا ابن البنت، يعني ابن البنت لم نعده، احنا قلنا ايه، عددنا ابن الابن لكن لم نعد ابن البنت، ولا بنت البنت ايضا ليست من الوارثات، عددنا بنت الابن لكن بنت البنت ليست من الوارثات. كذلك مثلا ابو الام، ابو الام ليس من الوارثين. يعني احنا قلنا الأب والجد له، دول يرثون، الأب والجد له اللي هو أبو الأب، لكن أبو الأم هذا ليس وارثا لا بفرض ولا بتعصيب. الوارث بالفرض اللي هو له نصيب محدد، الوارث بالتعصيب الذي يرث بغير تقدير، يعني معدود من الورثة ولكن ليس له نصيب محدد، وإنما يأخذ ما تبقى على حسب ما وضحنا. فأبو الأم ومثلا العمة والخال والخالة وابن الأخت وبنت الأخت، كل هؤلاء ليسوا من الورثة وهم أقارب. فكل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، فهذا نسميه إيه؟ من ذوي الأرحام. فمصطلح ذوي الأرحام يعني عند الفقهاء المقصود به كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، يعني في المعنى اللغوي العام، يعني في غير الحديث عن أحكام المواريث، يعني في المعنى اللغوي ذوي الأرحام هو قرابة الإنسان عموما. لكن كمصطلح فقهي في أبواب الفرائض، عندما نقول ذوي الأرحام نقصد الأقارب الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. فقال: يرثون بالتنزيل. قال: باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل. يرثون بالتنزيل يعني ننزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة، نشوف أقرب وارث في طريقه إلى الميت من جهته هو، من جهته هو مش من جهة الإيه؟ الميت. يعني مثلا ابن بنت ابن الميت، ابن بنت ابن الميت، خلاص. هل هذا ابن بنت الابن، هل هذا من الورثة؟ لا. طيب، ما هو أقرب وارث يعني في طريقه إلى الميت من جهته هو، اللي هو مين؟ اللي هو بنت الابن.
يعني بيقول ابن بنت الابن، ابن بنت الابن، يبقى امه مباشره اللي هي بنت الابن هي من ضمن الورثه. مش بنشوف من جهه الميت، نقول مثلا ايه ابن بنت ابن الميت، يعني اقرب ورث للميت اللي هو ابنه في الطريق، يعني ما تقول ابن بنت ابن الميت، اقرب وارث للميت اللي هو الابن، لكن اقرب وارث لذي الرحم هذا هو بنت الابن. فاذا ننزله منزله من؟ منزله بنت الابن. يبقى ابن بنت الابن ننزله منزله بنت الابن. مثلا ابن الاخت الشقيقه ننزله منزله الاخت الشقيقه، وهكذا. ف يعني بالنسبه للتوريث، توريث ذوي الارحام، فالاصل يعني ان الذي قال بتوريثهم من الائمه الاربعه هما الامامان ابو حنيفه واحمد بن حنبل. ابو حنيفه واحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى قال بتوريث ذوي الارحام. اما الامامان مالك والشافعي رحمهم الله فقال يعني اذا لم يوجد اقارب ذو فروض ولا يرثون بالتعصيب فالمال يذهب لبيت المال، يعني ذوي الأرحام لا يأخذون شيئا. لو شخص مات وكل ورثته عبارة عن خال وخالة وابن بنت وأبو أم وكذا، هؤلاء كلهم ليسوا من الورثة، فالمال يذهب إيه؟ لبيت المال عند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله. لكن أبو حنيفة أبو حنيفة هو أحمد رحمهم الله قالوا بتوريث ذوي الأرحام. ثم إن المتأخرين يعني أكثر المتأخرين من الشافعية وفريق يعني كبير من المتأخرين من المالكية يعني أخذوا بتوريث ذوي الأرحام عند اختلال بيت المال، يعني قالوا اختل بيت المال يعني ولم يعد يصرف في مصارفه الشرعية، فقالوا اذا ايه الاولى ان نعطيه لذوي الارحام احسن ما ايه ما نعطيه لبيت المال عندما لم ينتظم بيت المال. الذين يورثون ذوي الارحام لهم مذهبان، مذهب يقال له مذهب اهل القرابه وهي طريقه الحنفيه، لهم طريقه اخرى في ترتيب ذوي الارحام وكيفيه توريثهم، فيقال لمذهب الحنفيه في توريث ذوي الارحام مذهب اهل القرابه، فيقسمون ذوي الأرحام إلى أربعة أقسام وكل لهم طريقة في ترتيبهم. وأما الحنابلة والمتأخرون من الشافعية والمالكية الذين أخذوا بتوريث ذوي الأرحام أخذوا بطريقة الحنابلة، فيقال لهم مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل. فهنا يقول يرثون بالتنزيل، فطريقة التوريث ذوي الأرحام بالتنزيل أن كل واحد من ذوي الأرحام ننظر إلى أول يعني وارث في الوسائط الذين بينه وبين الميت من جهته وننزله منزلتهم، فيرث يعني مثل ميراث أقرب وارث في طريقه إلى الميت. فقال يرثون بالتنزيل، يعني ننزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة، منزلة الواسطة التي بينه وبين الميت من الورثة. قال الذكر والأنثى سواء، يعني هنا الحنابلة قالوا الذكر والأنثى من ذوي الأرحام سواء، لكن المتأخرون من الشافعية والمالكية الذين أخذوا كلام الحنابلة في موضوع توريث ذوي الأرحام لم يوافقوا في هذه الجزئية، قالوا لا الذكر له إيه ضعف الأنثى، لكن الحنابلة قالوا في توريث ذوي الأرحام الذكر والأنثى سواء، فيستوي الذكر والأنثى. إذا هناك حالة أخرى يستوي فيها الذكور والإناث، من يذكرها؟ اللي هم مين؟ في ميراث أولاد الأم، يبقى في ميراث أولاد الأم اللي هم الإخوة لأم، فالأخ لأم الذكر مثل الأخت لأم الإيه؟ الأنثى. وذوي الأرحام كذلك أيضا، يعني ابن الأخت مثل بنت الأخت مثلا، وابن البنت مثل بنت البنت، فابن البنت مثل بنت البنت، فالذكر كالإيه؟ كالأنثى. قال والذكر والأنثى سواء. قال فولد البنات وولد بنات البنين وولد بنات البنين وولد
الأخوات كأمهاتهن. نعم كأمهاتهم، ماشي، في بعض النسخ كأمهاتهم وفي النسخة عندي كأمهاتهن، ماشي تمشي كده وكده، هم بعضهم ذكور وبعضهم إناث. طيب فيقول فولد البنات يعني أولاد البنات مثل أمهم، يعني أولاد البنت ينزلون منزلة من؟ منزلة البنت اللي هي هتكون أمهم، يعني أولاد البنت اللي هو ابن البنت وبنت البنت ينزلون منزلة البنت. وولد بنات البنين يعني أولاد بنت الابن ينزلون أيضا منزلة أمهم، أولاد بنات الابن ينزلون منزلة مين؟ منزلة بنت الابن. وأولاد الأخوات أيضا ينزلون منزلة الأخوات، فابن الأخت الشقيقة ينزل منزلة الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأب ينزل منزلة الأخت لأب، ابن الأخ لأم ينزل أو ابن الأخت لأم ينزل منزلة الأخت لأم، وهكذا. وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم. يعني هنا يذكر إيه طريقة التنزيل، فيقول ننزل بنات الإخوة منزلة أبيهن، يعني بنت الأخ ننزلها منزلة أبيها اللي هو الإيه الأخ، يعني بنت الأخ نعاملها في التوريث كأنها أخ. طبعا الكلام هنا عن توريث ذوي الأرحام، يعني ليس عندنا أصحاب فروض ولا عصبات، بس عندك إيه مسألة فيها ذوي أرحام، فعندك مثلا ابن أخت وابن بنت وأبو أم وخال وعمة وأشياء زي كده، فتريد إيه أن تورثهم، فقال لك ابن الأخت هنقول إيه هذا يساوي أخت، إذا هو ابن أخت شقيقة يبقى نعوض عنه نقول هذا يساوي أخت شقيقة، مثلا ابن البنت نقول هذا يساوي إيه البنت، واضح؟ وبنت الأخ، بنت الأخ من ذوي الأرحام صحيح، يعني ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث، فبنت الأخ هي من ذوي الأرحام، فبنت الأخ تنزل منزلة أبيها اللي هو منزلة الأخ، إن كان شقيقا فهي بمنزلة الأخ الشقيق، وهكذا. وبنات الأعمام يعني هل بنت العم ترث؟ لا، بنت العم هي من ذوي الأرحام، فبنت العم تنزل منزلة العم لأبوين أو لأب، يعني سواء بنت العم الشقيق وبنت العم لأب وبنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب، كل واحد من هؤلاء ينزل منزلة يعني أبيه. وبنات بنيهم يعني بنات ابن العم، بنت ابن العم الشقيق تنزل منزلة ابن العم الشقيق، وبنت ابن العم لأب تنزل منزلة ابن العم لأب، وهكذا. وولد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم، لو عندك ابن أخ لأم فينزل منزلة من؟ منزلة الأخ لأم. قال والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأبي. يعني هنا يعني مما فيه يعني شيء من الاستثناء في طريقة التنزيل أننا ننزل الأخوال والخالات منزلة الأم، الأخوال والخالات ننزلهم منزلة الإيه؟ الأم. فإذا عندك خال أو خالة، الخال كأنه أم والخالة كأنها أم، وأبو الأم أيضا ننزله منزلة الأم، يعني الخال والخالة وأبو الأم كل واحد من هؤلاء ننزله منزلة الأم كأنه أم، يأخذ ميراث الأم. والعمات، العمات ينزلن منزلة الأب، إذا عندك عمة فالعمة نجعلها في منزلة الأب. طيب والعم لأم أيضا في منزلة الأب، لماذا خص العم لأم هنا؟ لماذا لم يقل العم مطلقا كده وإنما قال والعم لأم؟ لأنه من ذوي الأرحام، لأن العم الشقيق هذا وارث والعم لأب وارث، لكن العم لأم هو من ذوي الأرحام، لكن لما جاء عند الأخوال كل الأخوال سواء شقيق لأب لأم كل الأخوال
هم ايه؟ من ذوي الارحام، فالاخوال والخالات وابو الام كل هؤلاء في منزله الام، والعمات في منزله الاب، والعم لام في منزله الاب. لكن هو لم يقل ابو الاب، لان ابو الاب وارث، لكن لما جاء عند الام قال ابو الام. قال: وكل جدة، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، هذه يقال لها الجدة الفاسدة. الجدة الفاسدة اللي هي إيه؟ أدلت بذكر بين أنثيين، هي إحداهما، هي واحدة من هاتين الأنثيين، يعني أنثيين هي واحدة منهم، وبعدين ذكر وبعدين أنثى. فالتي تدلي بذكر بين أنثيين في المصطلح يعني عند الفرضيين يسمونها الايه؟ الجدة الفاسدة، وهي غير وارثة، تعتبر من ذوي الأرحام. مثالها كأم أبي الأم، كأم أبي أم، أم أبي أم الميت، هذه جدة ايه؟ فاسدة لا ترث. تلاحظون أنها أدلت بذكر بين أنثيين، هي واحدة من ايه؟ من هاتين الأنثيين يعني. أو بأب أعلى من الجد. نحن قلنا الجدات الوارثات ثلاث جدات، اللي هي أم الأم وأمهاتها، صحيح؟ وأم الأب وأمهاتها، وأم أبي الأب وأمهاتها، بس دول ثلاثة. طيب لو نروح لأم أبي الجد، أم أبي الجد لا ترث، رغم أن الواسطة بينها وبين الميت ورثة، يعني أم أبي 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 الميت، اللي يسميها أم أبي الجد، اللي هي أم وبعديها أب أب أب، يعني ثلاثة. فالواسطة هي أدلت بوارث، يعني ليست مثل أم أبي الأم، هذه نقول هي ممنوعة من الميراث لأنها أدلت بغير وارث، لكن أم أبي الجد هذه أدلت بوارث، ولكنها مع ذلك لا ترث يرحمكم الله عند جمهور الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ورث ثلاث جدات، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، فهذه إيه؟ تعتبر جدة رابعة. جدات الثلاث هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فقالوا نتوقف هنا. بعد ذلك أي جدة يعني حتى لو الطريق بينها وبين الميت كلهم ذكور، فهي مدلية بوارث ومع ذلك لا ترث، هذا على المعتمد يعني في المذهب هنا. لكن هناك يعني في مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد يعني يرجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون، يقولون والله طالما هي أدلت بوارث فترث، فيورثون يعني أم أبي الجد يورثونها. لكن احنا ماشيين هنا على المعتمد في المذهب أن أم أبي الجد لا ترث. وبالتالي كل إيه يعني أو بأب أعلى من الجد، يعني أم أبي الجد وأم أبي أبي الجد وهكذا طول ما أنت ماشي، هذه لا ترث. قال: كأم أبي الجد. قال: وأبو أم أب، يعني من ضمن ذوي الأرحام، يعني يعطف هنا على إيه؟ وكل جدة، ويعطف أيضا عليها على كل المرفوعة ديت، فيعطف عليها يقول: وأبو أم أب، وأبو أم أم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام برضو، اللي هم إيه؟ أبو أم الأب، أبو أم الأب، هذا يقال له جد فاسد. جد فاسد اللي هو أدلى إيه؟ بأنثى بين ذكرين. أبو أم الأب أو أدلى بأنثى يعني عموما، يعني بالنسبة للجد الوارث اللي هو يدلي بذكور فقط، اللي هو أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب بمحض الذكور. فأي جد يعني يدلي بأنثى زي أبو الأم وأبو أم الأب وأبو، إذا فيه أنثى في طريقه يبقى هذا غير وارث، واضح؟ فأبو أم أب وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، يعني أخو الجدة وأخو الجد وأخت الجدة وأخت الجد، كل هؤلاء إيه؟ ينزلون بمنزلتهم، يعني زي ما احنا بننزل أخو الأم منزلة الأم اللي هو الخال، صحيح؟
يعني أخو الأم نزله منزلة الأم، نعم، وأخو الأب مثلا اللي هو العم لأم، وأخت الأب نزلها منزلة الأب، فكذلك يعني أخو الجد منزلة الجد، وإذا كان غير وارث يعني، وأخت الجد وأخت إلى آخره، فأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، يعني ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة أقرب وارث في طريقه إلى الميت، ونعطيه مثل نصيبه. طيب، فإذا سواء يعني كان يرث بفرض أو تعصيب، كل واحد من ذوي الأرحام يرث بإرث من أدلى به، سواء كان من أدلى به وارثا بفرض أخذ فرضه، وإن كان وارثا بتعصيب أخذ نصيبه في التعصيب. طيب، إذا لم يوجد من ذوي الأرحام إلا واحد، إذا لم يوجد من ذوي الأرحام إلا واحد أخذ المال كله فرضا وردا، واضح؟ يعني مثل مورثه، يعني مثلا عندك ابن بنت فقط، لا يوجد إلا ابن بنت، فإحنا سننزله منزلة البنت، لو أن الرجل مات ولم يترك إلا بنتا، فكانت هذه البنت ستأخذ المال كله فرضا وردا، صحيح؟ نصفه فرضا والباقي رد عليها، فكذلك ابن البنت إذا كان واحدا أخذ المال كله فرضا وردا، نزلناه منزلة البنت. أبو الأم نزلناه منزلة الأم، إذا الرجل مات ولم يترك إلا أبا الأم، فإذا أبو الأم له المال كله فرضا وردا، يعني كأن الميت ترك أما فالأم تأخذ المال فرضا وردا، فإذا ترك أبا أم فأبو الأم ينزل منزلة الأم ويأخذ المال كله فرضا وردا. طيب، ثم ذكر هنا، طيب هذا إذا كان واحدا، طيب فقال فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. طيب، هنا المسألة التي يذكرها الآن، يقول توفي رجل وترك ابن أخت وأخته، يعني ابن أخت وبنت أخت وبنت أخت أخرى، يعني هو الميت هذا كان له أختان، الميت هذا كان له أختان، مثلا فاطمة وعائشة، الميت كان له أختان فاطمة وعائشة، خلاص، فترك لما توفي، طبعا أختاه هاتان يعني توفيتا في حياته، فهو لم يوم ما مات ترك ابن فاطمة وبنت فاطمة وبنت عائشة، يعني ابن أخته فاطمة وبنت أخته فاطمة وبنت أخته عائشة. طيب، ففي هذه الحالة هنا نقول استوت منزلتهم منه، يعني ابن الأخت وبنت الأخت كلهم أولاد، أولاد للأخت في نفس الدرجة ونفس طريقة القرابة، فهنا نقول إنه كأنه ترك أختين، يعني كأنه ترك أختين، يعني لأن ابن الأخت وبنت الأخت هؤلاء ينزلون منزلة أمهم، وبنت الأخت الثانية يعني بنات أولاد فاطمة ينزلون منزلة فاطمة، وأولاد عائشة ينزلون منزلة عائشة، خلاص، فكأن الميت كأنه ترك أختين، كأنه ترك أختين، والأختان لهما المال كله فرضا وردا، لأنهما كان هياخدوا الثلثين فرضا والباقي ردا، فأصبح الأختان لهما المال كله فرضا وردا، هذه لها نصف المال وهذه لها نصف المال، فنصف المال الذي الذي يعني مثلا لعائشة تأخذه بنتها، ونصف المال الذي لفاطمة
يقسم على ابنها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فإذا لهذه المنفردة حق إرث أمها، قال فلهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. يعني معناها أن مثلا بنت عائشة هذه تأخذ كم؟ نصف التركة، وابن وبنت فاطمة يقتسمان نصف التركة، يعني هذا ربع وهذه ربع. واضح؟ يبقى ابن فاطمة له ربع التركة، بنت فاطمة لها ربع التركة، بنت عائشة لها إيه؟ نصف التركة. للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، نسوي بين الذكر والأنثى. أيوة، يعني تلاحظون هنا المضاعفة للإيه؟ مش ما لهاش علاقة بالذكورة، بالذكورة والأنوثة. يعني بنت، في عندك بنت أخت أخذت نصيب أمها اللي هو نصف التركة، وابن وبنت أخت الأخرى اقتسم نصف التركة، كل واحد أخذ إيه؟ هذا ربع التركة وهذا ربع التركة. قال وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. طيب الآن رجل توفي وترك ثلاث خالات متفرقات، يعني خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. إيه معنى خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم؟ الخالة اللي هي أخت الأم، صحيح؟ الخالة هي أخت الأم، فقد تكون الخالة أخت الأم شقيقتها، يعني هي أخت الأم التي تشترك معها في أبويها، وقد تكون الخالة خالة لأب فقط. يعني يمكن أن تتصور أن يكون لك خالة هي أخت أمك من جهة أبيهما، يعني هي تشترك مع أمك في أبيهما ولكن من أمها ليست هي أم أمك، صحيح؟ فهذه يقال لها خالة لإيه؟ لأب. وعندنا خالة لأم اللي هي الخالة اللي هي أخت أمك من جهة أمهما، يعني خالتك لأم هي التي تكون أخت أمك التي تشترك مع أمك في أمها ولكن من أب آخر. تكون أم أمك مثلا، لو فرض أن أم أمك يعني كانت متزوجة بشخص وجابت منه أولاد وبعدين توفي وتزوجت إيه بآخر وجابت أولاد، فأولادها من الزوج الأول، هؤلاء بالنسبة لأمك هم إيه؟ إخوة، هم يعني أخوال لأم، هم إخوة أمك ولكن من جهة أمهما ومن أب إيه؟ آخر. فعندك ثلاث خالات متفرقات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة إيه؟ لأم. وعندك ثلاث عمات متفرقات، ثلاث عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. العمات هم إيه؟ أخوات الأب، فأيضا أخت أبيك يمكن أن تكون شقيقته ويمكن أن تكون أخت أبيك من جهة أبيهما فقط أو أخت أبيك من جهة أمهما فقط. فعندك عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، كل هؤلاء الخالات والعمات هن إيه؟ من ذوي الأرحام. طيب إحنا قلنا إن الخالات ينزلن منزلة إيه؟ الأم، الخالة في منزلة الأم، والعمات ينزلن منزلة الأب. يبقى إذن نقسم الميراث كأنه يعني توفي الرجل وترك أبا وأما، كم نصيب الأب وكم نصيب الأم؟ الأم لها الثلث، الأم لها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والجمع من الإخوة، يبقى الأم لها الإيه؟ الثلث، والأب له الباقي تعصيبا وهو الثلثان. إذن الثلث الذي هو نصيب الأم سيذهب لأخواتها الخالات، والثلثان نصيب الأب سيذهب لإيه؟ لأخواته اللي هن الإيه؟
العمات. طيب نروح للخالات. الخالات هن أخوات الأم، فتتصور الآن كأن الأم ماتت وتركت أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم. الأخت الشقيقة لها كم؟ النصف، اللي هو 3/6، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، 1/6، والأخت لأم لها السدس فرضا. طيب سدس وسدس وثلاثة أسداس، المجموع كم؟ 5 أسداس، فترد من 6 إلى 5. اللي بياخذ سدس يأخذ خمسا، واللي يأخذ 3 أسداس يأخذ 3 أخماس. يبقى إذا نصيب الأم اللي هو كان ثلث التركة، يعني لو فرضنا التركة مثلا كانت إيه؟ 30,000 دولار. التركة كانت 30,000 دولار. خلاص؟ فهو ترك 3 خالات و3 عمات. الـ3 خالات هياخدوا نصيب الأم اللي هو ثلث التركة اللي هو كم؟ 10,000 دولار. الـ10,000 دولار هذه نقسمها إيه؟ 5 أخماس، نعطي 3 أخماس للخالة الشقيقة وخمسا لل... نعم؟ هي أصلا كانت على 6 وبعدين ردت إلى 5، لأن عندك 5 أسداس بس، في 3 أسداس للشقيقة وسدس للأب وسدس للأم للتي لأم. يبقى إذن إيه؟ المجموع 5/6 فردت إلى 5. فإذا سنقسم الـ10,000 هذه 5 أجزاء، نعطي 3 أجزاء للخالة الشقيقة اللي هتكون كم؟ أيوة أحسنت، 6,000. والخالة لأب نعطيها 2000، والخالة لأم نعطيها 2000. يبقى كده 10,000 إيه؟ قسمت على الخالات. ونروح للإيه؟ لنصيب الأب اللي هو كان 20,000، نقسمه على العمات الثلاث. عندنا عمة شقيقة هي شقيقة الأب، وعمة هي أخت الأب من جهة الأب، وعمة هي أخت الأب من جهة الأم، مثل ما قلنا في الخالات برضو. الشقيقة هيكون لها النصف، والتي لأب لها السدس، والتي لأم لها السدس، فترد إلى إيه؟ إلى 5. 3 أخماس للشقيقة وخمس للتي للعمة لأب وخمس للعمة لأم. يبقى معناها الـ20,000 هذه نعطي منها 12,000 للشقيقة للعمة الشقيقة، و4,000 للعمة لأب، و4,000 للعمة لأم. يبقى دي طريقة الإيه؟ التقسيم. نعم. فيقول فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من 15، لأن هي أصل المسألة كانت من 3، وبعدين الثلث نريد نقسمه على 5، والثلثين نقسمها على 5، فالمسألة هتضرب إيه؟ كلها في 5، تصبح من 15، يعني المسألة تصبح من 15. نصيب الأم الثلث اللي هو 5 من 15، ونصيب الأب الثلثان اللي هو 10 من 15. نصيب الأم اللي هو 5 من 15 نعطي منها 3 أسهم للخالة الشقيقة، وسهم للخالة لأب، وسهم للخالة لأم. ونصيب الأب اللي هو 10 من 15 نعطي 6 أسهم للعمة الشقيقة، وسهمين للعمة، 2 من 15 للعمة لأب، و2 من 15 للعمة لأم. إن شاء الله يكون واضح. تهتم ولا؟ نكتبها. حاضر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.